تسعى الحكومة دائماً لإيجاد طرق جديدة للسيطرة على الشعوب وحفظ النظام في الشوارع. في هذه الحلقة سنعرض لكم أفضل الحلول الهندسية التي تم التوصل إليها في هذا المجال. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ الأشواك المعدنية. هذه الأشواك التي يمكن أن تنبثق من قاعدة يتم تثبيتها في الشوارع أو على الكراسي هي وسيلة جديدة للحفاظ على النظام في الشوارع، لكنها تتميز بالعدائية. يمكن أن نرى هذه الأشواك في مختلف شوارع العالم قريباً، وقد تم تصميمها خصيصاً لطرد المتشردين من أماكن محددة ومنعهم من الجلوس أو النوم فيها. يمكن تثبيت الأشواك حتى على الكراسي الموجودة في الشوارع لحظر الجلوس فيها في أوقات محددة من اليوم، ويمكن استعمالها في المساحات الخضراء لإبعاد المتطفلين أيضاً. الجيد في الأمر هو أن أي شخص يقترب من تلك الأماكن الممنوعة سيحصل على تنبيه ضوئي أو صوتي قبل أن يتم إبعاده باستعمال القوة. ممر الراجلين ثلاثي الأبعاد. ظهرت هذه الفكرة لأول مرة في أيسلندا، والسبب في ذلك هو الطرق الضيقة وزيادة عدد السكان، مما أدى لكثرة حوادث المرور. العلامات الضوئية لم تكن نافعة لتخفيف سرعة السائقين داخل المدينة، ولذلك تمت الاستعانة بالفنانين الذين جعلوا ممر الراجلين يبرز من أعلى الأرض وكأنه مجموعة من الحجارة الموضوعة على الطريق. وقد أدت هذه الطريقة إلى تسجيل نتائج إيجابية للغاية، حيث أصبح معظم السائقين يخففون من سرعتهم بمجرد الشك بوجود الحجارة على الطريق. رجال الشرطة المزيفون. تم إجراء دراسة علمية من طرف أحد المعاهد المختصة في علم الجريمة في بريطانيا، وتمثلت الدراسة في وضع رجل شرطة مصنوع من الورق المقوى بجانب الطريق وتحليل تأثير ذلك على سرعة السائقين. وقد لاحظ القائمون على التجربة بأن السائقين يخففون سرعتهم بمجرد رؤية رجل الشرطة المزيف الذي يحمل جهاز قياس السرعة في يده. المثير للاهتمام هو أن رجل الشرطة المزيف يفقد تأثيره عند بقائه في مكان واحد لفترة طويلة، حيث يفهم معظم السائقين بأنه مزيف، لكنه يعود ليؤثر على السائقين إذا تم نقله إلى مكان آخر. الجسر الدائري. قد يتساءل البعض عن سبب عدم تشييد هذا الجسر بشكل مستقيم، وهو سؤال منطقي، لكن الإجابة منطقية أيضاً، حيث حرص المهندسون على تشييد الجسر بهذا الشكل لإجبار السائقين على تخفيض السرعة. قبل تشييد الجسر، كانت الطريقة الوحيدة لعبور البحيرة هي الاعتماد على قارب مخصص لنقل الأفراد وسيارتهم أيضاً. وعند التخطيط لبناء الجسر، لاحظ المهندسون أن المنطقة تقع على مقربة من منعرج خطير، ولذلك تم التفكير في طريقة لإجبار السائقين على التقليل من سرعتهم، وقد نجح هذا الجسر الدائري في تحقيق ذلك الهدف. الأزرار الوهمية. تعتمد العديد من الدول اليوم على أزرار يتم تثبيتها تحت إشارات المرور الضوئية، الهدف منها هو التقليل من وقت الانتظار المخصص للراجلين، حيث إنه من المفترض أن يشتعل الضوء الأحمر أمام سائقي السيارات بعد فترة قصيرة من الضغط على الزر، مما يسمح للراجلين بالعبور. لكن تلك الأزرار في الحقيقة هي أزرار وهمية، الهدف منها هو جعل الراجلين يشعرون بالارتياح لقدرتهم على إيقاف السيارات. الوقت المخصص للإشارة الضوئية القادمة لا يتغير بعد الضغط على تلك الأزرار، إنها خدعة تعتمد على التلاعب بالحالة النفسية للإنسان بجعله يعتقد أنه يسيطر على الوضع، وبالتالي فإن الراجلين سوف يتوقفون عن قطع الطريق أثناء حركة السيارات. السجن الوردي. المعروف منذ فترة طويلة هو أن الألوان لها تأثيرها على سلوكيات الإنسان. بعض الألوان يمكنها أن تهدئ النفس، وبعضها قادرة على إثارة الغضب. واليوم أخذت العديد من سجون العالم هذه الحقيقة العلمية بعين الاعتبار، خاصة بعد أن أكد الباحثون في هذا المجال بأن اللون الوردي هو الأفضل لتقليل عدوانية الإنسان، حيث اعتمدت تلك السجون على اللون الوردي بشكل كلي، وذلك يشمل ألوان الجدران والأفرشة وأطباق الطعام وحتى ملابس السجناء، وقد أدى ذلك إلى تحقيق نتائج جيدة تمثلت في تقليل معدل حالات العنف المسجلة بين السجناء بنسبة كبيرة في تلك السجون. المقاعد الخرسانية. ظهرت هذه المقاعد في شوارع لندن منذ بضعة سنوات، وهي عبارة عن قطع خرسانية تم وضعها في الشوارع ليستغلها المواطنون للجلوس عليها، لكن تلك المقاعد تم تصميمها بطريقة تجعل النوم فوقها أشبه بالمستحيل،
كما أنها تتمتع بسطح خشن وغير مريح أيضاً، مما يجعل المتشردين يتجنبون النوم عليها. وقد لقيت تلك المقاعد الكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من المواطنين البريطانيين أنها ذات تصميم بشع، كما أنها تكلف الكثير من الأموال، إضافة إلى أن الغاية من وضعها في الشوارع تتنافى مع مبادئ المجتمع البريطاني. سعال لوحة الإعلانات. لطالما كانت اللوحات الإعلانية طريقة مثالية للتواصل مع المواطنين وإرشادهم، وبفضل التكنولوجيا الحديثة أصبحت تلك اللوحات أكثر فعالية. هذه اللوحة مثلاً مزودة بمستشعرات للكشف عن الدخان، إضافة لمستشعرات الحركة التي تجعلها قادرة على تحديد موقع المدخن. وبمجرد أن ترصد هذه اللوحة أحد المدخنين بالقرب منها، تقوم بعرض مقطع فيديو لرجل يسعل بقوة. وقد لاحظ القائمون على تطوير هذه اللوحة بأن 90% من الأشخاص المدخنين قاموا بإطفاء السجائر مباشرة بعد تلقيهم لهذا التنبيه الفريد من نوعه، وهو ما يعني أن هذه الفكرة يمكنها فعلاً تغيير سلوك أفراد المجتمع. التقييم الاجتماعي. الحكومة الصينية من أكثر الحكومات اعتماداً على التكنولوجيا لمراقبة المواطنين أثناء حياتهم اليومية، ولتطوير عملية المراقبة اعتمدت الحكومة على نظام التقييم الاجتماعي الذي يحصل فيه كل مواطن على تقييم حسب سلم تتراوح قيمته ما بين 0 و950 نقطة، وهو التقييم الذي يعبر عن مدى صلاح المواطن في المجتمع وحرصه على الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة. لا أحد يعرف بالتأكيد فيما تنوي الحكومة الصينية استعمال هذا التقييم في المستقبل، لكن ما نعرفه حالياً هو أن المواطنين الصينيين تتم مراقبتهم يومياً، وكل تصرفاتهم يمكنها أن تؤثر على تقييمهم الاجتماعي. وفي نفس الوقت يرى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بأن ما تفعله الحكومة الصينية هو انتهاك للحرية الشخصية للمواطن. المدينة الذكية. قد تبدو هذه الفكرة بعيدة بعض الشيء، لكن العديد من الشركات العملاقة تسعى لتحقيقها في المستقبل، وعلى رأسها جوجل ومايكروسوفت، حيث قامت الشركتان بالفعل باقتناء مساحات شاسعة من الأراضي في الولايات المتحدة الأمريكية لبدء العمل على هذه المشاريع المستقبلية. لكن ما هي المدينة الذكية وكيف يمكن أن يستفيد البشر منها؟ لا أحد يعرف الإجابة بالتحديد، لكن من المنتظر أن تتميز المدن الذكية ببنية تحتية متطورة تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيكون كل شيء متصلاً ببعضه البعض بطريقة تجعل حياة البشر أسهل بكثير، أي أن التكنولوجيا الحديثة ستكون أساساً لبناء هذه المدن، وكل ما يسعنا فعله هو الانتظار إلى غاية تشييدها على أرض الواقع لمعرفة المفهوم الحقيقي للمدن الذكية. جهاز طرد المراهقين. في السابق تم تصنيع بعض الأجهزة التي تعمل على طرد البعوض بواسطة ترددات صوتية تسبب الكثير من الإزعاج لتلك الحشرات، أما اليوم فقد قررت بعض الشركات تطوير أجهزتها لتسبب الإزعاج لفئة معينة من البشر أيضاً، حيث يدعي المصنعون بأن سمع الإنسان يتدهور عندما يتجاوز سن 30، وبالتالي فإن المراهقين تكون لهم قدرة على سماع بعض الترددات الصوتية التي لا يمكن للشخص البالغ سماعها. وقد تم الاعتماد على هذه الفكرة لتصنيع أجهزة تصدر مجموعة من الأصوات التي تسبب إزعاجاً للمراهقين، مما يجبرهم على الابتعاد عن المنطقة التي يتواجد بها الجهاز. المراحيض العمومية غير القابلة للتخريب. لطالما تمثلت المشكلة الرئيسية للمراحيض العمومية في الخراب الذي يطالها من طرف المشاغبين الذين يعشقون إتلاف كل ما يوجد من حولهم. ولحل هذه المشكلة سعت إحدى الشركات لصنع غرفة مرحاض عمومي لا يمكن تخريبها، والسر في ذلك هو الاعتماد على أقصى وأصلب المواد التي يمكن استخدامها. هذه الغرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مطلية بالكامل بمادة مقاومة للخدوش، وتجعل عملية التنظيف أسهل. الكاميرات الوهمية. توجد كاميرات المراقبة اليوم في كل مكان تقريباً، لكن معظم تلك الكاميرات هي كاميرات وهمية يتم استعمالها لردع الأشخاص وجعلهم يشعرون بأنهم مراقبون، وذلك ما يمنعهم من ارتكاب الجرائم. الجدير بالذكر هو أن تلك الكاميرات يتم تصميمها بدقة كبيرة، وفي بعض الأحيان تكون مزودة بمؤثرات ضوئية لجعلها تبدو مشابهة للكاميرات الحقيقية تماماً. وبما أن التمييز بين الكاميرا الحقيقية والوهمية يتطلب الكثير من الخبرة في مجال معدات المراقبة الأمنية، فإن المواطنين العاديين لن يكون بمقدورهم التمييز بينهما، وبالتالي فإن تلك الكاميرات الوهمية ستجعل الفرد يشعر وكأنه تحت المراقبة.
المباني المزيفة. قد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء، لكن المباني المزيفة متواجدة في العديد من المدن الكبرى، حيث يتم الاعتماد عليها من أجل حماية الممتلكات والبنى التحتية. أما المدينة التي تشتهر بكثرة المباني المزيفة في شوارعها فهي مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يتم الاعتماد عليها لإبعاد المتطفلين عن بعض الأماكن الحساسة مثل فتحات الطوارئ الخاصة بمترو الأنفاق وغيرها من الأمور المرتبطة بالبنى التحتية للمدينة. وفي العادة يتم تصميم تلك المباني بنفس الهندسة المعمارية للمباني المجاورة، وذلك لجعل تمييزها عن المباني الحقيقية أشبه بالمستحيل. وأخيراً الاستمطار. اعتمدت مدينة دبي في الآونة الأخيرة على تقنية جديدة وهي تقنية الاستمطار، والمعروفة أيضاً بتقنية تلقيح السحب. تعتمد هذه التقنية على طائرات بدون طيار ترتفع في السماء لإثارة مجموعة من التفاعلات بين السحب، مما يجعل الأمطار تتساقط بغزارة بعد فترة وجيزة من إجراء العملية. وعلى الرغم من أن مدينة دبي تقع في منطقة ذات مناخ حار، وعلى الرغم من ندرة الأمطار في المنطقة، إلا أن هذه التقنيات الجديدة يمكنها تحقيق نتائج مدهشة تنعكس بالإيجاب على العديد من القطاعات، أبرزها القطاع الزراعي والسياحي، خاصة وأن التقنية لا تسبب أي ضرر بيئي، فهي تتم بطريقة طبيعية ولا تعتمد على أي نوع من المواد الكيميائية. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.